يلا تفضلوا حياكم. قالوا له وين ابو حسين؟ قال دخلوا. قال شلون ندخل؟ هذول اليهود مسوين خندق، والخندق هذا ما يعبر الجيش، الخيل تخاف من الدخول بالخندق. قالوا له ولا انا ابو الحسن شو تسوي؟ قال ما عليكم. فنزل علي ووضع يده فعبر جيش المسلمين على كف علي بن ابي طالب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفتوا يا أخوان الإمام علي، قدرة الإمام علي، الجيش كله محتار، محتار شلون يعبر القنطرة. قالهم الإمام علي هاي هزت الاكتافات مع الواحد، يعني مستهين بيكم. مو دبكة هاي، لا والله هاي ضحكة الواحد مستهين بيكم يا وحبي، ما تؤمنون بقدرات الإمام. سوى كف هالشكل، صار جسر، عبرت عليه الخيول والجيوش، طربق 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 طربق، راحت الطربق وحاطيت هالشكل. شو تحسب ايده؟ 10 طن؟ وهابي 10 طن ايده؟ يا رجل ايده حسب مقياس رختر وبختر ومقياس جينيس ومينيس، ايده يقول لك تشيل 6000 طن. نعم يا وهابي، 6000 طن صعدت على يده وهو قاعد يدخن جيجاير روثمن. كاظمي عيوني، بلك تجيبي لي جيجار عيوني وقلاص شاي على ما يعبر الجيش، والله طول الجيش يمشي بطيء بطيء، والله كله خيول وهاي. كذب كذب بلا أدب بلا أخلاق، ما دام اللي حدرك من هالمطايا هذول اللهم صل على محمد وآله، كان قال يا جماعة الخير يعني الرسول ما سواها، الرسول أحسن من الإمام علي، ما سواها ولا نبي أصلا، يعني حط إيده ويعبر عليه جيش وخيول وعربات ومشات بعدين السؤال الذي يبادر إلى ذهن الناصبي الوهابي عدو السفينة، ما دام الإمام عنده هكذا قدرات، لماذا نحن لا، وهذه أغنية فلام كارتون يا رجل، لماذا لم يأخذوا الخلافة ممن صمتوا خذوها منا؟ لماذا لم يرجع القرآن اللي صمتوا وحرفوه قدام عينا وشالوا الآيات التي تنص على اسمه وولايته؟ لماذا لم يدافع عن زوجته التي صمتوا وحرقوا الدار وكسروا البيت وكسروا ضلعها؟ لماذا لم يدافع عن ابنه الذي مات في هذه الكسرة المزعومة؟ لماذا لم يدافع عن ابنته التي اغتصبوها كما تقول كتبنا الشيعية؟ لماذا سحلوه كالجمل المغشوش؟ يا رجل انا عندي هاي الايد يعبر عليها جيوش ويجي واحد يسحلني منها، والله فشله، والله عيب، والله فشله، اصمت ابو ابوهم على المريخ، يلا ايدي تعبر عليها جيوش ويجوني واحد لا عنده قدره ولا عنده ايد ولا عنده صخام ويمسكني هالمسكه هذه؟ يا رجل تدميره وتعطيمه. فكذب كذب كذب يا معمم، ما دام أكو مطايا تحتك، مطايا تسمع وتصلي على محمد والي محمد وما تسألك، فحقيقة هنيئا لك هؤلاء الأغنام والبهائم من مستبيح عرضهم ومستبيح أموالهم وراكب فوق ظهورهم مثل البهائم. الله 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 يرزقنا بهائم مثل دولة نركب فوق ظهورهم ونكذب عليهم شوي هالكذبات هاي. علي صوى، علي ما ادري ايش فعل، علي دمر، وهو علي ما يحل ولا مشكل ابدا حسب الدين الشيعي. اللهم انا قرات بالدين الشيعي خطيه، يا هربان الى العاليه، يا ساحلين كالجمل مغشوش، يا كاتلين زوجته، لاعبين بكوره، كوره مال البرازيل لاعبين، وما قدر يحل ولا مشكله، ها وسوى ايده وعبر عليها الجيش. طيح الله حظكم. الانسان اذا نزع ذره الشرف، ما صار عنده لا شرف أو أخلاق دينية ولا إنسانية ولا عشائرية
ولا قبلية ولا مجتمعية ولا إنسانية ولا حتى أخلاق الكفار، فيكون هكذا معمم لابس عمامة وقاعد يكذب على هالقطيع. تحياتي لكم مع معمم آخر وكذبة أخرى وقطيع آخر من اللي يصلون على محمد وآل محمد.